وصراعات على التقاعد النسبي. الناس عندهم حق بالتقاعد النسبي. كان المفروض قبل ناخذوا هذا الاتجاه هذايا نعيطوا للشركاء. شكون اللي معنيين بالامر؟ تخدموا الوظيفه العمومي، الاساتذه، وزيد وزيد، تكلموا معاهم، نتناقشوا معاهم ونشوفوا المخرج، احسن مخرج للبلاد. غدوه الصباح كي تطبق هذا القانون راحين حوالي يكونوا 100,000 منصب فارغه. ما يكونوش الاساتذه في المدارس، وما يكونوش حتى في لا فونكسيون بوبليك، حتى الاطباء الى اخره.